على جهل فكان ما عصوا هذا حديث على جهل يعني بيرد بدون علم كأن ما عصاه هذا حديث خرافة يا أم أحمر ليس له أصل ولكن على كل مسلم أن يتعلم العلم وليس بالجهل المعنى المقصود أصحاب المقصود من الحديث هو تحذير المسلم من أن يعبد الله وهو على جهل وهذا معنى صحيح لكن هذه الجملة التي سألت هل يحميها الله والجواب ما سمعت وخلاصة ذلك أنا أعرف بهذه قد أحببت أن أراه إلا عنترة هذا حديث يمكن مروي أن عنترة صعب التحقيق.